السلام عليكم. اليوم جبتكم تشوفوا مركز الجبهة، هذه المنطقة اللي زوينة بزاف وانا متأكدة غادي تعجبكم، خصوصا لعشاق البحر اللي كيعجبهم البحر والعمان والمناظر ديال البحر، ما غاديش تلقاو احسن من هذه المنطقة. هذه بلاصة صغيرة وهادئة بزاف، هذه المرسى ديالها، كيف ما كتشوفوا هذه المنطقة هذه كتبعد على مدينة الحسيبة بمئة كيلومتر. وفيها لي زوطيل بالنسبة للي بغا يبات، وفيها حتى الديور ديال الكرا، يعني اللي كيعجبو يمشي للدار كيلقى الديور هنا باش يكري، وكاين حتى لي زوطيل موجودين في هاد البلاصة هادي والمطاعم. شوفوا البنايات ديالها والداخل ديالها كيفاش عامل. ولا عجبكم الفيديو ما عليكم غير تشاركوا في القناة ديالنا وتفعلوا الجرس، وان شاء الله ديما يوصلكم الجديد من مدينة الجبهة. كنقول لكم السلام عليكم.